معجزة تهز العالم، امرأة أمريكية للطفل يهز العالم ويشهد أن القرآن حق. سبحان الله. لننطلق. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هذه القصة تتكلم عن طبيب أمريكي يتحدى القرآن. هي قصة لطبيب أمريكي قد أسلم على يد طبيب مصري مسلم، والبداية عندما كان الطبيبان مناوبان في المستشفى، وجاءت حالتان ولادة وإتمامها على خير، وأسفرت عن ذكر لإحدى السيدات وأنثى للأخرى، وبسبب إهمال من الممرضة أدت إلى حدوث الإشكال التالي: من السيدتان صاحبة المولود الذكر؟ ومن هي صاحبة المولود الأنثى؟ وكانت حقا مشكلة كبيرة. فقال الطبيب الأمريكي للطبيب المسلم: ألم تقول دائما بأن القرآن قد تناول كل شيء بالحلول ولم يترك شيئا؟ فقل لي ماذا ستفعل في ذلك الإشكال؟ فحاول الطبيب المسلم بأن يبحث عن الحل ومن كتاب الله تعالى، وأخيرا فقد اهتدى إلى أن القرآن العظيم قد حدد نصيب الذكر بالضعف من نصيب الأنثى في بعض حالات الميراث. وعلى ضوء ما اهتدى إليه قام على الفور بتحديد كمية اللبن في ثدي السيدتان، وكانت المرأة ذات الحليب الأكثر هي والدة الصبي والأخرى هي والدة الأنثى. وعلى أثر ذلك أسلم الطبيب الأمريكي على الفور. فسبحان الله العظيم الذي وصف كتابه العظيم الذي هو يصلح لكل زمان ومكان. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال أيضا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شكرا على المشاهدة.